الحديث حول التظاهرات التي خرجت اليوم في المثنى ينضم الينا عبر الهاتف من موقع التظاهره الناشط المدني هيثم النعيمي. اهلا وسهلا بكم هيثم الى هذه الجوله الاخباريه. كيف تبدو اجواء التحضيرات للتظاهره التي دعا اليها اهالي المثنى ضد الظلم والفساد؟ توافدت علينا قبائل من جميع المحافظات والعشائرات الاصيله، محافظات الجنوب، الكرات الاوسط، مع الناشطين المدنيين المستقلين من المحافظات، مع الناشطين المدنيين من المحافظات. الكل اليوم قاعد اليوم الكل اليوم يتجمعون امام مساحه الاحرار ضد الاحزاب الفاسده وضد تكميم الافواه. اخونا باسل خلع الخشان تم حكم عليها بست سنوات سجن عن حريه راي، حريه راي. الان الناس عندنا انقطع، صار له يوميا هو تكميم الافواه. نعم. ما المطالب التي رفعت في هذه التظاهره؟ هل من هذه المطالب اطلاق سراح باسل خشان؟ هل هناك مطالب اخرى يطالب فيها المتظاهرون في التظاهره التي خرجت اليوم؟ نعم اخي، نعم نعم، هو الاطلاق سراح الناشط المدني باسل خلع الخشان، يعني كان عليه حكم مبيت، حكم ظالم، حكم هو ما هو الا يعني مو حاكم، مو باسم هو لهذا الاصدار الحكم، هو لكن ناشط مدني، لكن ناشط مدني يقول كلا للظلم، كلا للفساد، كلا للاحزاب، كلا للقرارات الجائره. هذا هو هي رساله هم بعثوها للاحزاب الفاسده، ليس تعني فقط باسم خلع الخشان. كم هي اعداد نعم كم هي اعداد الذين شاركوا بالتظاهر اليوم؟ كيف تقدر اعداد المشاركين في التظاهر اليوم؟ هو مطلبنا هسه مطلب اطلاق صراحه الناشط باسم خلع الخشان مع الغاء الماده 226 اللي هي تكميل الافواه اللي هي مجمده بالاصل. نعم. هيثم سالتك عن الاعداد، يعني تقريبا كم هي الاعداد التي خرجت اليوم في التظاهره؟ نعم الاعداد الان تصل في 50,000 من داخل المحافظه فقط، من غير من خارج المحافظه، وان شاء الله وافيكم بالصور. نعم، يعني 50,000 التي تقول عنها التي خرجت في هذه التظاهرة، كيف كانت الإجراءات في الأمنية المتخذة من قبل القوات الحكومية لتأمين هذه التظاهرة؟ نعم نعم، احنا بـ 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 هي الكرة صارت بملعبهم، أي شيء اختراق للتظاهرات هم يكونوا المسؤولين الأول والآخر. من أقوى حدث صار سابقا يوم الأربعاء طمع المتظاهرين، ضربهم بالحراوات بالاعتقالهم لمدة أسبوع، يعني هذا الشيء موجود، واحنا هذا الشيء هو ملعبهم. هل تعرضت التظاهره اليوم الى اي مضايقات؟ لا لا، لحد الان ما لكن اكو سيطرات خارجيه، توافد من المحافظات، اكو هي تعلق هسه قاعد وجود تعلق سير المتظاهرين دخول المحافظه المثنى. نعم، هيثم النعيمي الناشط المدني كنت معنا من موقع التظاهره في محافظه المثنى عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.